فاخوتي كما العاده غادي نحكوا البيض الفريخات باش نقدمه اليوم. فاخوتي دابا انا غادي نحك هذا البيض المسلوق وغادي نرجع لكم ان شاء الله. فاخوتي دابا من بعد ما حكينا البيض المسلوق غادي نقدموه للطويرات ديالنا، غادي نقدموه اليوم دابا اخوتي. نحركوه بعدا باش اخوتي الفريخات كيعجبهم البيض بوحدو، كنخلط لهم انا بحال هكا باش ياكلوا كلشي، ما يخليوش الصفر. مع اللي قدمتي اليوم ما حكيتيش، قديتي اليوم الصبيده كامله محطوطه بحال هكا، غادي ياكلوا اخوتي البيض ويخليو الصفر. قدموه للتربيه الجماعيه ديال الزيبرا وداك الزوج ديال الزيبرا حتى هو. هادي اخوتي دابا نقول لكم هادي دابا نقول لكم لمن غادي نديرها اخوتي. هذا لوكال هادي لمن زدتها انتوما اخوتي التربية الجماعية، نديرو لها شوية زيدة حشومة كتالي. صافي دابا اخوتي غادي نمشي نخدمو الطويرات ان شاء الله وغادي نرجع لكم. فاخوتي بالنسبه للتربيه الجماعيه تاع طيور الزبره، زدت لهم اخوتي الخبز نقعته شويه في الماء، غير فزكتو كما قلت لكم، غير كتفزقوا واحد شويه بالماء صافي كيبدا يطلق، كيولي رطب اخوتي. ماشي تعمروه بالماء بزاف، غير كتبللوه واحد شويه، كتفزقوا واحد شويه بالماء باش كيجيو مساهل اخوتي، كيجيو مساهل باش ياكلوه صافي. كيولي دابا كيولي رطب باش ياكلوه. غنمشيو دابا نقدموا اليوم ان شاء الله هو البيض المسلوق ونرجع لكم. فانتوما اخوتي احنا قدمنا دابا البيض المسلوق للزويجه تاع الزبره هذه، ها هو كيطاقا ما شاء الله ما شاء الله. واخوتي داك الوكله اللي قلت لكم لما زدتها، فاخوتي انا زدتها لهاد بنتي وهادي حيت قلت لكم انا كنوجدها ان شاء الله. دابا غنحط ليها داك الدكير حداها، كنحط لها داك الدكير حداها في الصباح. دابا كنوجدها ان شاء الله، كنخدم ليها البيض المسلوق الكرافس باش كنوجدها اخوتي، باش ان شاء الله تعطينا شي انتاج يكون جيد. وما اخوتي طيور الزبره قدمنا اليوم البيض المسلوق والخبز منقوع في الماء. هما اخوتي كياكلوا ما شاء الله تبارك الله، هما كياكلوا الخبز اللي فزكتو في الماء، كيعجبوهم اخوتي الخبز والبيض المسلوق. كيجيو مساهل اخوتي باش ياكلوا بيه الفريخات ديالهم، الطريقه كيهضموا ماشي بحال الزوان. اخوتي اللي كياكل الخبز داك اخوتي راه ذكر تاع الايزابيلير باقي صغير، راه هو كبابا ولي كياكل في البيض المسلوق داك ان شاء الله. غادي يخرج ذكيه فدابا اخوتي غادي نديو هاد الطكيرة تحت هاديك النتيوة باش يدو الفو مزيان اخوتي. انتوما اخوتي باش شوف اخوتي ان شاء الله غدا ولا بعد غدا غادي ندخلو عندها ان شاء الله باذن الله. رايك انتي واخوتي راه بداو كيتوالفوا اخوتي، بداو كيتجاوبوا.
نقلي بحال هكا واحد واحد جوج سوايع ثلاث سوايع، والتاني في العشية، والتاني واحد جوج سوايع ثلاث سوايع، باش توارفو ان شاء الله مزيان.